ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. هنعمل وصفه حلوه جدا بنحب ناكلها من بره، هنعملها في البيت. هنعمل الدجاج تكه، وصفه سهله جدا بشويه مقادير هنحطها على الفراخ. تعمليها بقى صدور بس او راك بس براحتك، يعني ممكن فرخه كامله زي ما احنا عاملين كده وتكون مخليه من العظم، بتبقى ظريفه جدا، احلى وصفه للفراخ التكه. والوصفه الثانيه هنعمل العيش البوري، هقول لكم برده مقاديره وطريقته، بيبقى طعمه حلو جدا وجميل، كاننا ايه رحنا مطعم عملنا يعني اجواء كده اكل جبناه من بره. وهي مكونات بسيطه جدا ان شاء الله تبقى موجوده عندنا كلنا في البيت، ما فيهاش ابدا اي حاجه غريبه ان شاء الله يا رب الحلقه تعجبكم النهارده. فاصل بس بسرعه جداً. ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل أول وصفة التشيكن تيك أو دجاج تيك. خليكم معنا. أنا جيت هنعمل اول وصفه مع بعض الدجاج التكه، وصفه سهله جدا وظريفه مش تاخد منك ابدا اي وقت، ومن الوصفات اللي بيبقى الواحد لما يبقى زهقان عايز يعمل اكل بسرعه او جايه من بره تنجزي اوام تعمليها ان شاء الله تعجبكم. احنا معانا فرخه كامله مخليه من العظم، تعرفي تخليها بنفسك في البيت يبقى ظريف، صعب تخلي الراجل بتاع الفراخ هو اللي يعملها. قولي له انا عايزه فرخه كامله تقسمها لي نصين وتفتحها وتشيلي منها العظم بتاع الفخاد والصدر بس كده، حتى احنا مخلين الجناحات زي ما هي بالعظم بتاعها علشان نبقى مالكين الفرخه كده ونعرف نمسكها يعني، بس ده بتبقى افضل. عايزه الفراخ تعمليها بعظمها عادي مفيش مشكله، بصي اي قطعيه كمان مثلا وراك او صدور جناحات كله هينفع. ايه بقى التتبيله؟ معانا ملح وفلفل، معانا معلقتين كبار من الزيت للفرخه، يعني هنحتاج برضو معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من البابريكا، لو متاح عندك البهارات جراما سلة الهندي بتبقى ظريفة جدا طبعا وبتعمل طعم حلو. وطبعا التوابل دي موجودة في كل حتة، تجيبي حبة كده مثلا في كيس يغرقوا الدنيا عندك، مش متوفر وعايزة تقومي تعمليها على طول خلاص استغني عن الجراما سلة مفيش مشكلة، هي مجموعة توابل هندية كده بتعمل طعم ظريف. تمام، معانا كمان زبادي، هنحتاج للفرخه الواحده الكامله معلقتين كبار من الزبادي، معانا كمان فصين من الثوم المفروم، معلقه صغيره من الجنزبيل المفروم او معلقه من الجنزبيل البودره بس كده. بنحط المكونات الحلوه دي على الفراخ وبتبقى هي دي التتبيله. عايزه تتبليها من بالليل فتاني يوم تيجي من بره مثلا او تصحي من النوم براحتك وتقومي حطاها في الفرن بتبقى حلوه جدا. تتبليها وتشيليها في الفريزر متتبله تبقي عارفه ان انت هتطلعيها تاخد بس درجه حراره الجو وتحطيها في الفرن برده بتبقى حلوه جدا، يعني براحتك ان شاء الله تجربوها وتشوفوا قد ايه ظريفه. وزي ما انتم شايفين مكونات سهله، شويه توابل وزبادي يعني مفيش اي حاجه. هنحط بقى التوابل مع بعض. اول حاجه عايزين نعمل الخلطه كلها، انا حطيت الجراما سله وحطيت البابريكا، البابريكا بتدينا طعم مدخن ولون كمان لان احنا هنحط عليها كمان الكركم، فالاصفر مع الاحمر هيدينا لون حلو قوي للفراخ. اهو حطيت كده، والكزبره والكمون كله بقى كل التوابل اللي احنا قلنا عليها، وهنحط الثوم وملح وفلفل، ملح وفلفل، ومعانا الزبادي ناخد كده ايه ننزل معلقتين زبادي كبار كده معاهم بس كده. حطينا كمان الجنزبيل والثوم وكل المكونات وقلبناها كده. بصوا ده كده شكل الايه التتبيله، بتبقى خطيره حلوه جدا. فراخ مخليه من العظم زي اللي معانا او ممكن فراخ بالعظم مفيش مشكله خالص. هجيبها بقى هنا كده جنبي وانزل عليها كل التتبيله وادعكها بيها كويس قوي كده. وكل طبعا لما التتبيله تقعد شويه في الفراخ كل ما تدينا نتيجه افضل اكيد، لكن لو مستعجله خلاص مفيش مشكله. اهو بصوا ناخد كده
ونقلب الفراخ الناحية التانية. وايه في الصدر كده والورك، ونظبط التتبيلة في الجناحات. نحاول على قد ما نقدر نخلي التتبيلة تبقى واصلة لكل جزء في الفراخ زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده، وريحة التوابل تجنن. ومش هنحتاج نحط لها ولا زيت ولا اي حاجة، الفراخ هتنزل دهونها وهتبقى هايلة. ونجيب صينية فرن بقى ايه نرص فيها الفرخة الحلوة دي، وفرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. هتاخد لها تقريبا في حدود يعني 35 دقيقة 40 دقيقة، وحسب طبعا حجم الفرخة. ولو انت هتعملي اجزاء بس من الفراخ ممكن برضو تاخد وقت اقل من كده. اول ما تلاقيها استوت واخدت لون جميل خلاص كده الفراخ بقت جاهزة على الاكل. خطيرة، احلى فراخ تكة ممكن تجربيها. وزي ما انتوا شايفين سهلة سهلة سهلة، جربوها وقولوا لي ايه رايكم. احنا عاملين طبعا هناك استاذة سمر هتجيب لكم حالا الفرخة، جميلة جدا طعمها احلى من بره كمان. يعني في بعض المطاعم بيبقوا مزودين فيها ليمون كتير جدا، احنا لو تخلوا بالكم احنا ما حطيناش ليمون خالص، بس ده ما يمنعش ان ما فيش ليمون. لا لو عايزه تحطي كمان معلقه صغيره من الليمون او يعني ليمونه مع الفرخه برده هتبقى لذيذه جدا، واللي احنا عاملينه ده كمان احلى بكتير. جربوها كده قولوا لنا ايه رايكم. فاصل بقى بسرعه ونحط الفرخه دي في الفرن، ونرجع نعمل العيش البوري بطريقه سهله جدا، مكونات بسيطه وطبعا هيليق قوي مع الفراخ التكه. خليكم معانا. انا جيت هنعمل دلوقتي الوصفه الثانيه اللي هتليق جدا مع التشيكن تكه او دجاج تكه اللي احنا عملناها قبل الفاصل. هنعمل العيش البوري، وصفه ظريفه وسهله جدا. هو بس بيتقلي في الزيت، يعني هي دي بس مشكلته، بس صدقوني مش بيشرب زيت ولا حاجه. لو الزيت سخن مش هيشرب زيت، لو الزيت بتاعك بارد وكده لا طبعا هيشرب زيت. فتخلي بالك من التركه دي. هنقول مقادير العجينه، مقادير بسيطه جدا جدا وطعمه حلو قوي. بصوا احنا معانا 3 كوبايات من الدقيق. الدقيق اللي معايا ده دقيق قوي مكتوب عليه بيتزا او مكتوب عليه جميع الاغراض. ما دام بعمل عيش يبقى انا محتاجه دقيق يكون قوي، مش اي دقيق، مش الدقيق بتاع الكيك مثلا والكحك والبسكوت، لا مش هيبقى حلو. تمام، دول 3 كوبايات. هنحط عليهم طبعا رشه ملح، هنحط عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره يعني ممسوحه او ممكن توصل لنص معلقه بس من الكركم عشان يدينا اللون الاصفر الحلو زي العيش البوري بالظبط. وطبعا هنحط كمان زيت، احنا معانا 3 كوبايات دقيق يعني هنحتاج 3 معالق كبار من الزيت، يعني لكل كوبايه دقيق كوبايه زيت بس كده. وميه دافيه طبعا عشان نلم بيها العجينه، وطبعا دافيه احنا مش حاطين خميره ولا حاجه، بس الميه الدافيه هتساعدنا واحنا بنعجن كده انها ايه تبقى سهله وتربط معانا على طول. بس كده هنجيب الدقيق ونحطه وعليه رشه ملح، ونقلب الملح ونحط معلقه صغيره من البيكنج باودر، وزي ما اتفقنا نص معلقه صغيره كده ايه من الكركم عشان يدينا لون حلو. ومعانا الزيت، زيت زيتون او زيت عادي اي حاجه زي ما انت عايزه. انا هحط بما يقرب من 3 معالق كبار من الزيت علشان احنا حاطين 3 كوبايات دقيق، يعني كل كوبايه دقيق عليها معلقه كبيره من الزيت. وهجيب الميه الدافيه، ينفع طبعا نعجن بميه عاديه مش ميه دافيه، بس انا بفضل العجن بالميه الدافيه بيبقى اسهل، وخصوصا لما ببقى ايه العجينه محتاجه تتعجن شويه بيبقى اسهل على ايدي. تمام كده شويه ميه بالتدريج لغايه ما العجينه تلم معانا. انا حطيت نص معلقه صغيره من الكركم، عايزين تزودوا شويه براحتكم، ممكن معاكي لغايه معلقه صغيره. مش عارفه حاسه ان انا كترت الميه ولا ايه، هعجن دلوقتي واشوف. بصوا الميه كترت مني شويه، ناخد شويه دقيق من تحت الحوض ونحل الموقف بسرعه ولا كأن حد شاف حاجه اهو.
الميه بس كترت مني شويه بس كده. هنعجن بقى العجينه حلوه قوي لغايه ما تبقى معانا كده ملمسها طري. وطبعا احنا مش حاطين لها خمير، هي مش هتحتاج تخمر ولا حاجه، بس لازم وضروري ان العجينه ترتاح شويه على جنب تقريبا نص ساعه، ده هيفرق جدا. كده تفضلي تعجني فيها كده، وزي ما اتفقنا هنسيبها بس كده ايه مرتاحه لمده نص ساعه، تبقى معاكي ظريفه جدا، تقدري بقى على طول نحطها في الزيت. انا معايا عجينه مرتاحه هنستخدمها على طول، ترتاح تقريبا نص ساعه. خطيرة، بس لما بترتاح ملمسها وشكلها بيختلف تماما. ناخد بقى منها كده مثلا كورة مثلا، عايزين برضو رش الدقيق. ونحاول كده ايه نفرد الرغيف بايدينا بقى او بنشابه، يعني براحتك المتوفر عندك. انا ممكن اجيب النشابه تساعدني على الفرد بشكل ارفع شويه عشان تبقى رفنوعه كده. نقلبها الناحيه الثانيه. لما بيبقى رفيع طبعا بيبقى ظريف قوي، اسهل وصفه للعيش البوري وبتبقى طعمه تحفه. اهو نفضه كده من اي دقيق زياده ولا حاجه، بس الرغيف كده جاهز معايا. زيت بقى درجه حرارته متوسطه ويكون سخن، وننزل كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده على طول في الزيت. نصبر عليه شويه، هنلاقي بقى بصوا يبتدي يتنفخ ويستوي، بيبقى خطير اهو. ناخده كده الناحية التانية على طول. لما الزيت بيبقى سخن العيش البوري ما بيشربش زيت خالص، لكن لو الزيت بارد للأسف هتلاقي العيش معاكي بقى مزيت جدا وشارب زيت. بصوا بصوا جماله خطير. وطبعا بعد ما بنسويه بالشكل ده ما بنغطيهوش ابدا علشان ما يطراش قوي، لا احنا عايزينه برضو كده يبقى فيه سنة قرمشة شوية، هو كده كده هيطرى شوية فاهمين، لكن برضو بلاش نغطيه اهو. اول ما خد لون ظريف هو كده خلاص هصفيه بقى من اي زيت تماما، وهاخده اوديه هناك معاهم بس كده اهو. العيش البوري الخطير تقدري تعمليه بقى حجمه كبير حجمه صغير، يتاكل مع التشيكن تكه اللي احنا عملناها مع بعض، الفراخ التكه المشويه اللذيذه، وتبقي خلصتي الغدا ظريف مع شويه طرشي بقى ولا حاجه ولا طبق سلطه. وبالهنا والشفا، يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم. عملنا اول وصفه مع بعض الدجاج تكه بطريقه سهله جدا، شويه توابل وزبادي دهنا بيهم الفراخ الحلوه دي ودخلناها الفرن، طعمها لذيذ قوي. جربوها وقولوا لنا ايه رايكم. الوصفه الثانيه العيش البوري بطريقه سهله جدا وظريفه، ما خدش ابدا اي وقت، طعمه لذيذ قوي قوي. اعملوا كل التريكات اللي احنا قلناها وخلي بالكم منها وجربوه بالف هنا وشفا، ان شاء الله يعجبكم. بشكركم جدا ان انتم بتتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي. Thank you.